شرفتونا. مرحبا وشرفتونا بحلقة الثلاثة، الثلاثة الصحة أكيد، حلقة مليئة بالمعلومات والمعرفة كونها تعنى بالصحة. وبما أنه عم نحكي عن الصحة طبعاً هي حلقة مفروض أنه بتهم الجميع. قبل كل شيء بتمنى تكونوا بصحة جيدة، وأكيد بدنا نشدد ونقول أنه كثير من الأوقات صرنا هلأ منتحجج بعصر السرعة ومنهمل ببعض الأوقات صحتنا. أولاً عم نحكي أكيد عن الصحة النفسية والصحة الجسدية، ونحن منعرف أنه ما فينا نفرق بيناتهم، كونهم الاثنين بطبيعة الحال بيتأثروا من بعض وبيأثروا على بعض. ما بعرف قد ايه نحن واعيين على حالنا وواعيين بانه الصحه هي الاهم وهي الاغلى، ما بعرف ليه ببعض الاوقات منغض النظر. لهيك اليوم حضرنا لكم حلقه بتحكي عن الصحه، ان كان من صحه الاسنان، بدنا نحكي عن السكري وباي طريقه ممكن نتوقع لحتى ما نوصل بانه ننصاب، ونحكي عن مرض مزمن ومضطرين نتعايش معه من هلا لنهايه حياتنا. يعني بتخيل أنه إذا أدركنا شوي الوضع وعطينا شوية وقت لحالنا فينا نتفادى كتير من الأمور. أمور بسيطة يمكن فينا نقوم فيها إذا كنا واعيين، إذا كنا أهم شيء منحب حالنا، لأنه ما حدا رح يجي يهتم فينا، ما حدا رح يجي يوعينا. كل واحد ما بعرف، ببعض الأوقات أنا بيقولوا لي صايرة أنانية، ولكن هي ماتوريتي على ما أظن. بس نقعد بينا وبين حالنا ونفكر أنه طب ما إذا أنا مش منيحة اللي مقابلي مش منيح، لأنه مش رح فيي أعطيه إن كان نفسياً أو جسدياً. الصحة النفسية يلي كتير من الأوقات ممكن تأثر ونوصل لأنه ننصاب بأمراض لا على البال ولا على الخاطر، بغض النظر أكيد عن الأمراض يلي هي وراثية وممكن نوقع فيها. فاليوم حلقتنا رح نتفصل فيها عن كل هالأشياء ونوعيكم، ونقدر هيك نمس فيكم هيدا الجانب. أكيد ما رح سميها أنانية، ولكن نهتم بحالنا أكثر لحتى نعيش بطريقة أفضل ونعيش أطول كمان، ليش لا، حلوة الحياة. ضيوفنا لليوم بنهاية الحلقة رح بتكون بضيافتنا دكتور باولا عطلة، وهي رئيسة الجمعية اللبنانية للغدد الصماء والسكري والدهنيات. أيضا بسياق حلقتنا رح بيكونوا بضيافتنا دكتور وائل البزري، وهو طبيب أسنان والرئيس التنفيذي لمبادرة تطبيق توثبيك، وأيضا رح بيرافقه مالك حجازي وهو منسق مبادرة تطبيق توثبيك. والبداية رح بتكون مع اختصاصية التغذية رنا أبو مراد. أهلا وسهلا فيك رنا. شكرا على الاستضافة تمار، شرفتينا قبل كل شيء واشتقنا لك كمان. أنا بالأكثر. يعني ما بعرف قد بتوافقيني الرأي، كنت عم بحكي بالمقدمة أنه عم نهمل حالنا، عم نتحجج بأنه ما بقى عنا وقت لشيء وما بنعطي وقت لحالنا. إن كان حتى يعني إذا بدنا نبلش ونقول الأكل الصحي، ياما بناكل برا لأنه ما معنا وقت، ياما بنلف ساندويش وما بناخذ المكونات الغذائية المفروض أنه تفوت على الجسم لأنه ما عندنا وقت. وأكيد بدنا نحكي بالتشيك أبيت، بدنا نحكي بالرياضة، بدنا نحكي بالحياة الهيلثي يلي عم نشدد ونحكي عنها يوم بعد يوم. قد ايه بتوافقين الرأي قبل كل شيء؟ بوافق 100% ولا لا؟ هلا أنا دائما بوافق 100% بشو عم تقولي، بس صحيح النقطة بالذات بوافقي عليها 100%. ليه؟ عم نشوفها أكثر فأكثر كمان بالعيادات وبكافة الاختصاصات وكافة الأصعد. والمشكلة الرئيسية اللي نحن بنواجهها كاختصاصية تغذية، الأكل السريع being in a rush not good at all the time. بالعكس نحن بنوصي أغلبية العالم يلي بيعتمدوا الأكل بسرعة أو الفاست فود، هن بفكروا إنه فاست فود أخذنا كل إنه ميل كامل متكامل فيه كل الكومبوننت، صح، بس not cooked in a good way، يعني منه مفيد. بلس إنه إذا أكلنا بسرعة ما أخذنا مينيمم تايم 20 مينت، المعدة هي بدها كل أورجان بجسمنا بده وقت معين ليقوم بوظائفه الطبيعية 100% ويقوم بوظائفه الطبيعية كخلايا. إذا نحكي عن المعدة، المعدة بدها أقله ثلث ساعة لتقوم بعملية الهضم. نحن العلاقة بين وجبة الأكل أو أي أليمان نحطه بتمنا ليوصل على معدتنا بده هيدا الوقت
بغض النظر إذا علكنا منيح الأكل أو لا، نحن منوصي أولاً أنه نخلي الصليف الريق يكون ممزوج جيد جداً مع الأكل، كرمال يبعث رسالة للعقل أنه أنا حضر حالك، وبعت رسالة للمعدة تحضر حالها نفسياً وبيولوجياً أنه تتلقى هالمكونات كرمال تعمل عملية الهضم. إيه ما إكزاكلي، إذا زغرناهن منكون عم نوفر طبعاً وقت يعني على حالنا. كل ما نعلك أقوى وأحسن ووقت أطول كنا نكون عم نساعد المعدة. هذه المعدة بدها ثلث ساعة تتعمل عملية هضم 80%. مزبوط. حتى نحن ما بنعمل عملية هضم 100%، فلا نعتبر أنه أكلنا بسرعة. يعني شيء انه بلشنا الميل تبعنا اكل الميل خلصناه بخمس دقائق او 10 دقائق، يعني احنا اكلنا ويسولو بسرعه، زلعناهم زلع ما طحناهم بالسنان، وهيدا عمليه بتفوت بعمليه الغذاء السليم انه نتعلم كيف نمضغ. يمكن اغلبيه العالم تقول شو معقول حدا بده يعلمني كيف لعويس الاكل؟ ايه نعم اكيد، لانه اغلبيه الامراض ان كان بالمصران الغليظ او الملادي دو كران هول اكيد اشياء متقدمه منوصي، او حتى الكانسر بيشنت منوصين انه يمضغوا بطريقه جيده وسليمه لتجنب مشاكل هضميه فيما بعد. بتعرفي هيدا اللي نحن بنحكيه بس نكون هيك قاعدين بين بعض، كثار ما بيعطوا اهميه للاشياء بس نربطهم، ولكن في اشياء بسيطه فينا نتجنبها وفينا نشتغل عليها لحتى نتجنب الامراض او نفوت بمتاهات يمكن نحن بغنى عنها. مثلا اليوم اكيد بدنا نحكي كمان بمرض السكري، بعرف انه كثير من الاوقات يمكن نوصل لنصاب بها المرض المزمن من وراء سوء التغذية. صحيح. في prevention أولاً، ثانياً إذا لحقنا ووصلنا يعني لننصاب، كمان في طريقة معينة مفروض إنه نعيش فيها لحتى نتجنب الأخطار الكبيرة يلي ممكن نوصل لها. بداية خلينا نحكي بالأطعمة أو بالingredients يلي مفروض الأشخاص يركزوا عليها لا يتجنبوا إنه يصير معهم هالمرض المزمن، خاصة إذا كانت بالوراثة موجودة. صحيح، نحن كمان نذكر انه شهر نوفمبر. صحيح. هو شهر awareness month for diabetes. مزبوط. diabetic patient ينتبهوا، ننشر التوعية على أكبر مجال وقدر ممكن للعالم. مثل ما ذكرت انه اذا كان في سوء تغذيه مع العمر، اذا ما انه تايب 1، نحن بنعرف انه في تايب 1 تايب 2. مزبوط. تايب 1 مش لا اراديا نصاب فيه، ممكن المرأة الحامل تولد جنينة طفلة ومصاب بتايب 1 دايابيتس. هون بيكون في مشكله بالانسولين، يعني هون على المراه الحامل تنتبه. انه كمان تنتبه. صحيح، كمان لانه هي كمان بريديسبوزي خاصه باخر تريماستر، من باخر 3 اشهر من الحمل معرضه انه تنصاب بداء السكري، هو بنسميه ديابيت جيستاسيونيل فقط خلال الحمل. اذا تم العلاج وتمت الانتباه لها اكيد من قبل الطبيب المعالج لهالمراه الحامل، ينتبه ساعتها على بنعمل تيست اكيد كل يعني بنعطي 15 غرام كل 3 مرات، كل بنش 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 بنشوف قديش عم يطلع مع السكري. اذا كان عالي هون هي بتكون عم تحدد للديابيت جيستاسيونيل، بننتبه له كبريفنشن. كمان كضغط ممكن المرأة الحامل تنصاب بداء الضغط، بس فقط خلال اخر 3 اشهر. لذلك اصلا خلال كل الاشهر الحامل لازم المراه تنتبه، الحامل تنتبه على غذائها كرمال تكون عم تعطي غذاء سليم لجنينها. ما بعد الولاده اذا كان هالطفل مصنف تايب 1 دايابيتس، هو مش بايده، بيكون في مشكله بالانسولين ريزيستانس، ما بتكون ديبندانس. مع العمر الاشخاص اللي ما عندهم دايابت، ما عندهم دايابتك، ما عندهم مصابين بداء السكري، بس يبلغوا وما بعد هالعمر، اذا ولا بد صار في إصابة بداء السكري يسمى تايب 2 يلي هو على كبر. تايب 2 فيكون نتيجة سوء تغذية أو نظام غذائي غير سليم إلى حد ما. نعرف أنه الأوبيزيتي أكيد بتأدي طبعا، عم يعني مع الأيام ومع الدراسات عم بتبين أنه هي on the top of the problems، ما هي داء ثلاث ارباع الامراض. صحيح. وممكن اذا ما كان في بدانه نقدر نخفف، اذا ولا بد في اصابه نخفف من وهج هالاصابه على الجسم. تايب 2 دايابيتس بيكون مع العمر بصير في مثل ديبندانس، ما بقى هالجسم يقدر يا يفرز انسولين
كافية، أو بالعكس يكون أنسولين عم بيتم إفرازه بشكل سليم، ولكن الجسم السكر بالدم الجسم ما عم يقدر يمتصه إلى قلب الخلايا. هون بصير يصنف تايب 2. طب إذا بدنا نحكي بالتفصيل أكثر رنا معك عن الأطعمة يلي مفروض نحن نركز عليها، بعرف إنه في كتير أشياء بتساعد كبريفنشن، وبعرف إنه في كتير أشياء كمان لازم نتجنبها في حال فتنا بدائرة الأنسولين. على شو نرتكز قبل كل شيء لحتى نتجنب، خاصة مثل ما ذكرت إذا كانت موجودة بالوراثة بالفاميلي هيستوري عنا؟ اول شيء بدنا نطمن الجميع انه هذا داء بنقدر نعيش نتعايش معه، اكيد اذا تم التوعيه والثقافه لكيفيه التعايش معه، ان كان مراه ولا رجل، طفل ولا طفل ولا طفله، ما لازم يخافوا. هون الاهل بيلعبوا دور اساسي مع اولادهم ليعلمون، هن لازم يكونوا القدوه، فهن لازم يتعلموا، وهون دور اختصاصيه التغذيه واهل الاختصاص اي طبيب معالج او فاميلي ميديسن اللي عم بيواكب هالعائله لازم ينشر التوعيه ويعلمهم كيف يتعامل مع الغذاء ومع الدواء، لانه نحن بنعالج داء السكر ان كان تايب 1 ولا تايب 2 بطريقتين، الغذاء والدواء، ما فينا نستغنى عن الدواء ابدا الا بحاله واحده اذا كان تايب 2 وقدرنا نتوصل انه نخفض نسبه السكر بالدم بطريقه الغذاء الى حد مقبول، ساعتها بنقدر نستغنى عن الدواء بشرط نكون قطعنا نشويات كليا. هلا بنتطرق لهالموضوع، شو يعني نشويات، وين بنلاقي النشويات، وكيف يعني نقطع نشويات كليا. نحن بنعرف انه كل خلايا بالجسم بحاجه لكافه المكونات بالغذاء بالطعام كرمال يقوم هالجسم بوظائفه الطبيعيه. بخصوص الغذاء كمان، اي شخص اي اهل عم بيتعاملوا مع اطفالهم كتايب 1 لازم يعلمون ثقافه الاندكس جليسيميك اللي هو مؤشر، اسمه اندكس جليسيميك هو مؤشر. ليش هالطفل، تخيلي هالطفل عم نقول له لا ما تاكل هاي واكل هاي، هون صفتنا بالقمع كمان بنتحول لايموشنال ايتر، هذا كمان ايه هيدا شيء بينعكس سلبا كمان على الولد. صحيح، تطرقنا الى سابقا. مزبوط. بصير هالطفل انه بيربط علاقته مع اهله وعلاقته مع الاكل وعلاقته مع القصاص وعلاقته مع المرض حيضيع. ذاتس واي لذلك باغلبيه الحالات كمان بحاجه ل بسيكولوج تيكون في اون ايكيب بلوري ديسيبلينار عم بتساعد هالموضوع. لازم هالطفل او هالطفله يعرف شو يعني اندكس جليسيميك، يعني هو مؤشر انديكاتور، بنصير تبعا لهالانديكيتور بنشوف اذا هالاليمون فينا ناكله او لا. تنحكي اكثر شوي على عمليا details. البطيخ، الشمام، العنب، التين طبعا هول كلهم مصنفين انه عندهم اندكس جليسيميك عالي. بينما لما يكون اندكس جليسيميك عالي يعني بيعلي نسبه السكر بالدم بطريقه اسرع واكثر. أوكي. اسرع واكثر. فالجسم يلي هو عنده خلل بامتصاص السكر من الدم ما راح يقدر يقوم بهالوظيفه، راح يضل السكر عم يمشي ويكزر بهالجسم بالدم بيأذي اغلبيه الخلايا. نحن اذا ما عالجنا داء السكر ممكن مع العمر، نحن عم نحكي مش عم نخوف العالم، ولكن مع العمر وعلى فتره طويله زمنيه طويله مش بليله وضحاها بتصير، ممكن شبكه العين تنصاب، الكلاوي يتعبوا حتى انه نوصل لانه يتوقفوا عن العمل، ممكن نصير في رجفه مع كيف بنعرف انه في سكر، ممكن في تبول لا ارادي او تبول بشكل سريع او بشكل عده مرات بالنهار الانترفال يكونوا اقصر. مزبوط صحيح. او بنصير نرجوف او بنشف التم، بتنشف ببطل ما بنحس بريقنا رطب وتمنا رطب. فكمان بيصير في بلوري فيجن، يعني قبل ما نفقد او يصير عندنا مشكله بشبكه العين بيصير في بلوري فيجن، ما بنقشع بشكل طبيعي. فتخيل نحن عم نخلي هالنسبه السكر وقت اطول بالدم ما عم نخليها تفوت على الخليه لانه هالخليه بحاجه الى لهالسكر لتعمل انرجي طاقه. فنحن عم نخلي هالسكر بالدم لانه تناولنا ماكولات نسبه السكر فيها عاليه ادت الى انه نعلد نسبه السكر بالدم. يعني هون عم نحكي عن اشياء هيلثي حتى لازم نتجنبها، حتى يعني بالفواكه. ايه صحيح 100%. طب خلينا نركز على الفاصوليا لانه بعرف انه عندك حكي تقولي الفاصوليا باي طريقه ممكن يفيد. الفاصوليا او اي نوع حبوب مصنفين بروتين، ولكن عندهم شق حتى لو بسيط نشويات. لذلك الصرخه من هون بنقول لهم انه من هالمنبر انتبهوا حتى على الحبوب. صحيح يعني الفيجيتيريان واللي ما بحبوا يتناولوا لحوم بيلجأوا اكثر للحبوب والقاطع،
وتشز انا بشجعه اكيد لانه هذا شيء صحي ومن منتجات الارض. نحن اكثر فاكثر عم نروح على البايو والاورجانيك وتشز هيلثي مزبوط هيلثير خاصه هلا مع الزراعه كورونا وكونفينمان يعني كل العالم عم بتروح والغلا يعني اليوم كثير عم نحكي عن عيال عم بتركز على البقوليات مع العلم انه حتى البقوليات يعني غليت ولكن صح. مقارنه يمكن للاسماك واللحوم اي بعد افضل صحيح أفضل. نحن منشجع لانه نطالعه ونابعه من المزروعات والارض يعني كل شيء من امن الارض بيكون مفيد ولكن لازم ننتبه انه هذا الحبوب بتتناول تحتوي نشويات ننتبه لها يعني اذا بدنا نتناولها نتناولها بكميات محدوده وخير الامور الوسط اوسطها ودائما ننوع مريض السكر لازم يتعلم شغله انه التنويع بكل وجبه من وجباته تكون تحتوي على بروتين خضره نشويات الى حد ما يعني فينا ننقي وجبه واحده بالنهار تكون تحتوي على نشويات يلي هي يمكن الغداء يلي بيكون فيها البقوليات او بطاطا اوكي تنسل انجدك ايه ما بدي اقول لك اذا ما كان في بقوليات يعني بشو نستبدل هال انجريدينت يلي الجسم بحاجه لها خاصه وانه قلت ببدايه الحلقه انه حتى النشويات مفروض نبتعد عنها صحيح من افضل المصادر هن البقوليات بدل ما نروح على الخبز ان كان ابيض ولا اسمر ولا كل الانواع بدل ما نروح على نلجا للرز ان كان اسمر ولا ابيض بدل ما نلجا للبرغل والمعكرونه ان كانت سمراء ولا بيضاء لانه هلا كمان للسيلياك ديزيز في الذره وفي اللي عنده النفخه ما وصلوا للسيلياك ديزيز عنده المصران غليظ بروحها اكثر لكل شيء اسمر ولكن كمان هذا مفهوم خاطئ لانه اسمه النشويات وممكن كمان يؤدوا لذات النتيجه اوكي فمفضل نستبدل مش بدنا مصدر نشويات ننقي البقوليات البطاطا كمان افضل من الرز والمعكرونه والبرغل والى اخره والخبز واي منتج مرتبط بالخبز يعني اللي بنقيش بيتزا البن البرجر بن نحن بنفكر انه طب ما عم باكل خبز ايه بس انا عم باكل النشويات او المعجنات يمكن السبرينج رولز او الرقاقات ما هن كمان كيف يعني ما عمله يعني مشتقاته يعني صحيح 100% ولكن مفضل مريض السكري يتناول كالسيوم مع النشويات مع بعضهم يعني في حال عمل هبوط بنسبة السكر ما نلجأ مباشرة للسكر السريع يعني بونبون احنا متعارف انه اي شخص بيقشط معه السكري او بدوخ يعني قشط ضغطه دغري بنحط سكر يمكن اسرع وسيلة رنا لانه بنعرف انه هيدا الشيء ممكن يؤدي لا سمح الله لوفاة المريض صحيح اذا تم يعني عليت نسبة السكر كثير رح يرجع يهبط مباشرة وتدريجي مش تدريجيا مباشرة ما بيهبط تدريجيا ممكن يفوت هالشخص بكوما كوما صح ونحن أكيد عم نحكي مش مرة قشط معه السكر أو مرة داخ عم نحكي عم تتعدد السامبتوم عم بيتعددوا العوارض وما عم بيتم لا المعالجة ولا التعامل معه فلما تنعاد وتنعاد على مر الزمن والوقت ساعتها بتصير مزمنة وما عم بيعالجها المريض ولا عم بيلجأ لطبيبه أو يمكن ما عم يمتثل للريكومنديشنز اللي بتنعطى ساعتها بنوصل لهالحالة الميؤوس منها بدنا نحكي عن اللفت وقديه في غنى بالألياف بس نحكي عن اللفت جدا كنت اتطرق لهالموضوع بالذات حتى عن الخضار يعني لما عم نقول انه المريض السكري وجبته لازم تكون متنوعه لازم تكون غنيه بالخضره الخضار ليه لانه بتحتوي على الالياف والالياف هي يلي بتحسسنا بالشبع وبتعطينا فوليوم بالمعده تنشبع واصلا كمان الالياف هي اللي بتساعد على عمليه هضم سليمه فلما نتناول الألياف رح نشبع اولا يعني مريض السكر كمان معرض يجوع يضله حاسس بالجوع بحاجه بسمعهم بيقولوا عم تفرك معدتي مزبوط صحيح أو يعني فجاه بيحسوا ايه هول العبارتين بنسمعهم ليه لانه بيكون تناول وجبته ما بيكون اكل بسرعه اولا مثل ما تفضلتي وبلشتي بيكون اكل بسرعه ما نوع وجبته وجبه الطعام ما كانت متنوعه بس بتحتوي على نوع واحد يعني ما اعطى غذاء كافي وما بتحتوي على الياف ما شبع الشخص هالانسان ما شبع واكل بسرعه ما في نص ساعه ساعه زمان رح يعمل عمليه هضم رح يعلى السكر بالدم رح ينخبط الجسم رح يدوخ الشخص رح يفكر انه قشط السكر معه او عليه هو بيكون
اذا بدك نرسم كور ماشي هيك عليت بشكل عالي وسريع رجعت قشطت شوت ليب لدون المستوى فبيرجع بيصير الجسم ستراجلز لتا يرجع يعمل مينتنس لله وما بيعمل له That's why يا بناخذ انجكشن هي مرحله متقدمه بصير في انسولين او بناخذ دواء السكر مش هيك اوقات من بيوصوا انه ياخذوا دواء السكر مع الوجبه اوكي في بعض الاوقات كانسولين قبله كرمال حسب كمان هون الدوز اللي بتتاخذ قبل ما نكفي معك رنا عندنا سؤال من مينا من السودان هل مريض السكري ممكن انه يتساقط شعره تساقط الشعر مربوط مبدئيا مع نقص الحديد الانيميا اذا هو مريض سكري فقط لا غير ما في دراسة علمية محددة انه بتم بتأكد لتساقط الشعر ولكن اذا صار عنده ريسك فاكتور اخرين يعني هو دايبتك يعني مصاب بداء السكري وما عم بيتغذى بشكل سليم ممكن يعمل فقر دم طفيف ما بيحس على حاله اذا ما انه عمل فحص الدم فهو بيكون بفقر دم طفيف ما انه سيريس ممكن ايه؟ بده كمان ينتبه اذا عايش شوك ممكن شوك حيلا صدمه لانه هون بيصير في ديسفانكشنال هرمونز ديسفانكشن هرمونال ممكن تكون ذكرنا صرنا بثالث سبب اذا واذا واذا زدنا سبب انه يمكن عايش صدمه او ستريس او زعل او انكزايتي ما عم بينام منيح هالشيء بخربط الادرينالين والكورتيزول هول دو هرمونات موجوده بالجسم مرتبطه بيعملوا بالانس هيدا كنت عم بحكي فيه حتى بالاول رنا عن جد ببعض الاوقات يعني لأنه صحتنا النفسية تعبانة معدومة إذا بدك خفف بمعظم الأوقات بننصاب بأمراض يعني ما بنكون نحن ملتفتين لها فهون لازم ينعمل هيدا البالانس اللي عم تحكي عنه قبل ما يدهمنا الوقت بدي أحكي عن الجريب فروت كمان وبدنا نرجع ننتقل للأوميجا 3 بدنا نحكي بالسالمون وبالأسماك لأنه بعرف أنه لهم أهمية يعني صحيح الجريب فروت كمان مصنف فواكه ولكن مفضل انه نتناول كمريض سكري يتناوله هون كمان يعني مرسي على السؤال لابعت صرخه لاكبر قدر ممكن من العالم ما تخافوا من الفواكه الفواكه ما بتخوف الا اللي ذكرتيهم نعم حتى اللي ذكرتهم ما بنخاف في سر طريقه فينا نتحايل على المرض نقدر نتعايش معه اي نوع فواكه عبالنا ناكله فينا نتناوله مباشره بعد اي وجبه رئيسيه وجبه اكل رئيسيه يعني يا بناخذ الفطور بنتناول الفطور مباشره بس نخلص فطورنا بس عشره الفطور بده يكون متنوع كامل. اكيد كامل متكامل يعني نرجع بروتين خضار نشويات سليمه يعني مش نشويات المضره خذ جويلة حيلا أجبان قلبان لأنه هن بيحتوى على كالسيوم والكالسيوم مع النشويات مع بعضهم هن اللي بيخلونا نحافظ على عندهم علاقة مباشرة مع السكر إذا نحافظ على مستوى سكر معين أوكي. يعني لما يهبط السكر نحن ما بناخد سكر بناخد مفضل كالسيوم يعني ملعقة لبنة مع توست من بعدها بناخد كمية ضئيلة من السكر تنحافظ على هالليفل طيب so ما يخافوا من الفواكه يتناولون مباشرة بعد بس شو سر التوقيت ليه مباشرة بعد كرمال نحن ذكرنا أول الحلقة أنه المعدة بتعمل digestion تقريبا 80% من اللي بناكلهم ما بتعمل 100% صحيح فإذا نحن بلشنا بالإنجريدينس الصحيين واللي بفيدوا الجسم حتبلش هالمعدة من التم ينبعت مساج نرفي على العقل العقل بيبعت للمعدة بلش عملية الهضم حتبلش عملية الهضم للأمور السليمة بتوصل عند الفواكه مبدئيا يعني يب نحن نكون تلززنا نفسيا تلززنا أنه أكلنا حبة فواكه ولكن بيولوجيا المعدة ما رح ونحن نعرف أنه الفواكه مثل تتخمر بالمعدة وبتساعد على عملية الهضم هالبقايا اللي بقيوا حتساعدنا على عملية الهضم والمعدة رح تعمل absorption لنسبة ضئيلة من هالفواكه هو سكر رابيد ما هو سكر كومبلكس بالفواكه في ألياف صحيح حسب شو هن الفواكه مثل التين فيه ألياف ولكن كمان بيحتوي على سكر أكيد فهون هذا ديلام إنه إيه أو لا بياخد ولا بياخد ساعة طيب بس برضو نتجنبهم رنا بالليل
بالليل صحيح بالليل نعم قطعا لا يعني حتى الانسان الطبيعي مفروض يتجنبهم بالليل في سبب ليه مش لانه ايه عبالنا نقمع لا لازم هالشخص اللي عم نقول له دائما يعرف ليه لانه نحن كل ما نكون بساعات الصباح الاولى الميتابوليزم بيكون نشيط وعم بيحرق وما بيخلي شيء ما بيحرقه ولكن كل ما نتقدم بساعات النهار ونقرب لساعات المساء بينام بيتعب حقه يتعب مثل ما نحن بنتعب بخف بيصير مايل للهدوء والإيلان بيصير بطيء ما بيعمل طبعاً. عملية هضم كاملة طبعاً. يعني إذا عم نقول نسلم جدل إنه المعدة بتعمل 80% هضم بالليل خفيفة مش هناك بنقول بمساء أكيد لازم نتعشى ومريض السكري ممنوع يقفي ولا وجبة أكل مزبوط. كل أربع ساعات لازم يعطي لجسمه وجبة أكل هيدي كمان تالت سر لمريض السكري يعرف كيف يتعامل معه وذات الشيء للأطفال لازم يفهموا هالشي ويقتنعوا الأطفال أكثر وأكثر بعد صحيح لأنه في بيصير في إيموشن بيصير يربطوا الأكل بالبونيستون أو الأكل بالبسط أو الأكل بالمرض أو المرض ليه أنا هي بتجي فشة خلق كمان وبالتالي بيزيدوها بدنا نحكي عن الأسماك ونركز على الأوميجا 3 رنا لا مريض السكري ولا اي شخص كان صحيح الاسماك والاوميجا 3 كمان الاوميجا 6 مفيدين لانه الاوميجا 6 نحن لما يكون في مرض سكري عند الشخص بنتخوف من الكوليسترول والتريجليسرايد ممكن يبينوا بعدين هو ريسك فاكتور ساعتها بنصير عندنا 2 تو 3 ريسك فاكتورز بنخاف على القلب بنخاف ما يتحول البيشنت من دايابيتك لكاردياك يعني يتصنف مريض قلب بيعمل جرحات بتصلبوا الشرايين بنصير نحط رسار بيسكروا بعدين هارت فيلر اذا انعمل اي جرحات والى اخره ان كان الرجال بنخاف عليهم من الجلطات لذلك بنوصل ليه معرضين اكثر من النساء النساء عندهم مصرف دم اكثر من الرجال اوكي فبنوصل الرجال اكيد يلي عندهم نسبه هيموجلوبين هيماتوكريت عاليه يتبرعوا كل 6 اشهر بدم حسب مش اي رجل دائما يرجع لطبيبه يسال واذا لازم او ما لازم يتبرع حسب سمك من هون يمكن اهميه كمان رنا بانه نعمل تشيك اب كل 6 اشهر هيدا اللي ما بيصير عندنا بلبنان نعم. اولا لانه ما عندنا هيدي الثقافه للاسف ثانيا يمكن قصه الانشورنس والضمان هون ما كثير بيسمحوا مثل بلاد برا لانه نحن نتابع حالنا وبالتالي نتجنب يمكن كثير من الامراض بنكون ببدايتها وفينا نعمل بريفنشن عليها يعني الحديث بيطول معك رنا ابو مراد بتخيل انه نحن بحاجه ل رجعت تشرفينا من أول وجديد لنكفي أنا بتمنى وبكل سرور لأنه كتير مهم أنه عن جد نوعي العالم لحتى ياخدوا حذرهم واحتياطاتهم بشكرك لأنك كنت معي اليوم وإلى اللقاء قريبا شكرا. وبعد البريك مشاهدينا بينضموا لإلي دكتور وائل البزري ومالك حجازي لنحكي معهم أكثر وأكثر عن تطبيق توثبيك تابعونا